يا ابوي، يا ده زغلول، يا ده زغلول خديان. ايوه ابوي، يكون شحيطه ابوي ابند علي، يكون شحيط يطلع في الروح يكتب لي الورث وابيع الارضيات واسيبهم واروح البندر. ده قاعد حي اهو. ايه ابوي، عاد قيد بردان ولا ايه؟ لا بمثل يا شدغي، هذا الشيخ خايف بردان يا راد. اقول لك هنا يا ولدي، طبعا انت عارف ان العمر محدش ضامنه، وطبعا الشتاء الظهر عليه مش ناوي يخلص، وانا بيني وبينك كده والله ده لم جمع الكبار ما عرفش تايه عنك فين يا ابوي. ايه والله. قول والله يا ولد، اسمعني يا ولد، الشتاء طويل والظهر مش ناوي يخلص، والواحد ما ضمنش عمره كده، وناوي اقول لك على حاجه، نفسي يا ولدي هفاني على شويه ملوخيه خضراء بالطش. يا ريت يا ولدي تنفذ لي الطلب ده يا ولدي. ابو جيبها لك منين الملوخيه الخضراء انا دلوقتي؟ يا ولدي، في برنامج كده بيقول زرعتها في الشتاء، عايزين نزرعوها في الشتاء يا ولدي. ابو نزرعوها كيف في الشتاء؟ اقول لك، بنت عمك نفادي كان موديني الجهاز بتاعها وزايد منها اكياس. انا لميت الكياس دي في عليقه، وخدت الكياس وخيطته وعملتهم مشمع، وصلت لجدك مطاوع نقيت منها شوية خشب وندقوهم ونعملوا مشمع يا ولد ونزرعوها. ايه رأيك؟ نعملوهم كيف؟ احنا الوقت هنبدأ نطبق المعلومات. يلا ايه، يلا تعال معايا بس كده، بس انا عايز همتك. يلا بي، خد يا ولدي، خد تعال، هات كده عشان تزرع ملوخيه في الشتاء وراسك ما تبقاش ناشفه كابو الله في الميش. اقول لك تعمل كيف. طب وليه الغلط دلوقتي؟ اسمع الكلام يا ولدي. لا اسمع، هتستنى لغايه شهر 2. ليه شهر 2؟ تكون الحراره بدات تدخل والدفى بدا يدفي، والشتاء البرد الواعد بدا يمشي. كلام زين. ونبدا ندهز في الارض. كلام زين. اهم حاجه عشان نزرع الملوخيه ونستغنى عن الكيماويات والحداد، اهم حاجه نعزق عزقيه زينه ونضيف السماد البلدي. طبعا عرفنا يعني ايه هو السماد البلدي. اهم حاجه تنقيه الحشائش زي دي. نعزقوها احسن يا ابو. نعزقوها ما عشان تتنقع على الايد كده. نعزقوها كدي. نعزقوها. طب ماشي، وريني همتك. يلا هوب، اعزق عزقيه زينه ونعم التربه اهو، وبعد كده نضيف السماد. ايوه كده يا ده عزق زين. سمعت كده؟ ايه اقلعها زين. احنا عشان ايه؟ هتتغذى على الاسمده دي. طب دقيقه يا ابوي، دقيقه واحده. اصبر هذه سكاتني. ياد ياد يا حبيبي، يعني انت ما تكلمتش تموت؟ طب يعني انت ادد بدي مش دي ادد الحشيش دي طب وانا نعمل له ايه؟ ها انت حشيش الزب، ها الحشيش الشتا كله يا ولدي. ها يا ابوي، عيال خايبه يا ابوي، وين ايام الشباب؟ ادينا عزقتها له، خلتها له مصدره. انت تعبني يا تعب قلبه لما نشوفه. خد يا ابوي تعال تعال. ايه تعال عزقته. ايه رايك؟ تمام، زينه وبس. زينه وبس؟ كيف ده طلعت عين؟ زينه وبس يا راد. بص دلوق، زينه وبس. انا الخشب هو زين. انا الخشب ندقها خشب ناشف، عملته ايه؟ مسنن كبتاع الحرب كده وكده. انت هتموتني ولا اقول لك يعني؟ سنناه كده في كل مكان، اروح ايه دقين كده. ادقها كيف ده؟ اعمل كده، هات اعمل كده. طيب وهم ايوه كده. ايه جنب التنين يا ابو؟ همتك معايا. ايه جنب التنين؟ هوب امسك لي. امسك لك ايه؟ امسك لي عشان ادق. دقيقة طيب، نثبت التنين دول. اقول لك امسك يا ولد عشان ندق، ما تتعبش قلبي كده. هوب اوعى تقطع ايدك، عارفك انت هتكرهني. لا انا شايف كده، شايف انا اكره ولد الغالي. يا ولد امسك. يا ابوي انت ما بتشوفش، امسك لي انت. طب اضرب اموته واريح منه. يلا يا ولد على مهلك، على مهلك. ايه على مهلك يا ده، هتموتني. بس كده هنعمل حصن، احنا هنعمل حصن يعني. دق هنا، خد يا ولدي تعال هعلمك ازاي ترش. علمني. دي الملوخيه ما تديش كلها وتكبسهم في الحوض كده. اعمل لها ايه؟ اقول لك، تخيل شكل عود ملوخيه كده كده زين، يعني كل نبته من دي، كل بذره من دي هتطلع عود.
حلو. يبقى لما تعميهم كده على بعض وتعمسهم يبقى الملوخيه هتطلع ايه غزيره وورقها مصفر وهتمص كل السماد البلدي وهتطلع ملهاش طعم. يبقى عشان تعمل اهم حاجه تخلي بالك وخيالك واسع. يعني ايه؟ تحط وسط صابعك كده وبعد كده تعمل ايه؟ ترش كده. ايوه كده بالظبط. تتخيل تخففه. طب انا اقول لك على حاجه اسهل. قول. انت انحضرت الصيف؟ ايوه. تاكل ملخيه. ما حضرتش الصيف. اتفول علي. يا ابوي على الوجه. اتفول علي يعني. اسمعني بس. يا سمعت. ما حضرتش الصيف ليك اعزم البلد كلها على اكله ملخيه. يا عاد اوعى كده العاقه. ايوه الف علي. طب هات هات عنك. خد كملهم يلا. رشيتهم زي ما قول. ورشيتهم زين؟ رشيتهم مية مية كله. اقول لك معمشهم. 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 طب معمشهم انت قدام ورينا هتمعمشوا كيف. دقيقة واحدة اقول لك هتمعمشوا كيف دلهم. تمعمشهم يعني تغطيهم. يعني بص تدب الطرف كده وتعمل كده عشان ايه؟ يتغطوا في التراب عشان الطير والعصافير ما تفهمش. هم رايحين يتغطوا طير وعصافير. بس اعمل كده اقول لك. ايوه كده بس بس. جنين جنين مليتنا تراب. جنين مليت. سيبنا كمل يا ولد. عاد المشمع. دخل المشمع دي. لازم يتدفوا زي ما انا كنت اتدفى عشان تطلع عظمها ناشف وطعمها حلو. طب ما تجيد عندهم انت بدل ما تجيد على الطريق جيد عندهم. لا ما ينفعش نقعد عليهم. نغطيهم. اربط جبال كده. يا ده زغلول ياد. ها يا ابوي. خد ياد هنا. هو راح فين؟ خد ياد. انت فين؟ اديني تحت. فين؟ عند الملوخية. ايه؟ شايف؟ ايه. ايه رأيك؟ كده يتدفوا ويطلعوا عبال شهر ثلاثة ناكل منهم. هنبدأ نسقيهم دلوقك وبعد كده هنتابعهم في الري. كل ما يعطشوا كل ما نسقيهم. أهم حاجة بعد ما يربوا الورقتين الحقيقيتين نبدأ نرويهم الري ايه؟ الثانية. نرمي لهم كيماوي؟ لا كيماوي لا. أمال ايه؟ هم يعتمدوا على كده على ايه؟ على الصبغ السماد البلدي اللي ترش لهم في الارض. ما فيش غير نعمل لهم خلطه طبيعيه من غير اي كيماويات. يا ولدي نفسي هفاني على الملوخيه البلدي. يلا ولدي يلا ندور يا ولدي يلا. ايه يا ابوي. الفيديو يبوظ على كده حرام عليكم. خلاص خلاص من تاني. يلا من تاني يا عم. بقص يلا يلا هوب. 3 2 1 ابدا. يعني عاد قيده تدفى بردان ولا ايه؟ لا بمثل يا شدغي يا ولد الشدغ. يا ربي يا لا حرام عليكم البطاريه هتنفخ. خد يا ولدي تعال هعلمك ازاي ترش. علمني. دي الملوخيه ما تديش كلها وتكبسهم في الحوض كده. ما اعمل لها ايه؟ اقول لك تخيل شكل عود من ملوخيه كده كده. زين. يعني كل نبته من دي كل بذره من دي هتطلع عود. حلو. يبقى لما تعميهم كده على بعض وتعمسهم يبقى الملوخيه هتطلع ايه؟ غزيره وورقها مصفر وهتمص كل السماد البلدي وهتطلع ملهاش طعم. يبقى عشان تعمل اهم حاجه تخلي بالك وخيالك واسع. يعني ايه؟ تحط وسط صابعك كده وبعد كده تعمل ايه؟ ترش كده. ايوه كده بالظبط. تتخيل تخففهم. طب انا اقول لك على حاجه اسهل. قول. انت انحضرت الصيف؟
اي تاكل ملخيه ما حضرتش الصيف اتفول علي. اه يا ابوي على الوجه اتفول علي.